هاي امنا العراقيه الحبيبه من ستوكهولم يوم السبت مظاهره في ستوكهولم. خاله ليش جايه اليوم من شار هولمان؟ إيه ليش جايه اليوم على شنو؟ على مود توقفين مظاهره المن؟ انا احتاج دا اريد وطن حر خالي من الاحزاب، خالي من الطائفيه، خالي من المحاصصه. اريد وطن حر نظيف اعيش فيه بامان وسلام. اريد وطن. شو تقدمين رساله لاهلنا بالعراق بساحه التحرير خاله؟ الهي بردا وسلاما يحفظكم يا حبايبي، يحفظكم ويحميكم يا عراقيين، يحفظكم ويحميكم. تمنيت اني اسوي وياكم بهالاعمال يا اولادي يا حبايبي. الله يحفظك خاله، شكرا لك.